مع الدخول سياسي جديد من سبتمبر اكتوبر كنتسناو يوقع شي تغيير حقيقي، ماشي فقط غير في الفريق الحكومي ولكن حتى في المنهجيه وفي الطريقه باش كيدبر الشان العام. وما بقاش مسموح نغمضوا عينينا. هذا لقاء تواصلي مع المناظرات والمناظرين ديال الحزب على مستوى اقليم جديده، وبما انه لقاء تواصلي كان الهاجس ديالنا هو الانصات المناظرات والمناظرين، وانا سعيد جدا لانه كيتبين لي بان هذا اللقاء كاين تحول عميق في الوعي ديال المواطنات والمواطنين، وهذا يتوافق تماما مع الرساله اللي كيحرص حزب الاصل والمعاصر يبلغها في مثل هذه اللقاءات، هي ان المناظرات والمناظرين والمواطنين بشكل عام وهم يدشنون مع جلاله الملك العشريه الثالثه في العهد الجديد مطالبون اليوم باش يتحملوا المسؤوليه ديالهم وان يخرجوا من الحاله ديال الانتظاريه ومن الحاله ديال السلبيه وان ياخذوا مصير بلدهم بيدهم من خلال الاختيار الواعي للاطارات والتنظيمات اللي كيخص من خلالها يشتغلوا ويقدموا المساهمه ديالهم لايجاد الاجوبه للانتظارات والتحديات اللي كتنتظر البلد. احنا الرساله ديالنا في مثل هذه اللقاءات اللي كنحاولوا اللي كنحرصوا نبلغوها ان حزب الاصل والمعاصره كيتوجه بوجه المكشوف للمغاربه لكي يقول له بان الحزب ناوي ان شاء الله ومصمم على بالبناء على التراكم اللي درناه في هذه 10 سنين المنصرمه، ناوي ومصمم ان شاء الله لتصحيح الاغلاط الموجوده في جسمنا التنظيمي واللي سميتها الامراض الموجوده في جسمنا الحزبي. لانه ملي كنعاود نقرا الخطابات اللي وجه جلاله الملك غير في هذه الفتره التي اعقبت المصادقه على الدستور الجديد، وهي بالضبط 20 خطاب سامي من 2012 الى غايه 2018، وكنستخرجوا منها الاسئله اللي وجه جلاله الملك للطبقه السياسيه اللي احنا جزء منها، كنلقاو بانها اسئله كبيره الجزء الاعظم منها لم يتم الاجابه عليها، ومنها ما يتعلق اساسا ضروره ان الاحزاب تجدد انفسها، ضروره ان الاحزاب، وهذا هو المشروع اللي كنشتغلوا عليه في الحزب، ضروره ان الاحزاب تمارس الفضيله ديال النقد الذاتي من اجل تجديد خطابها السياسي، وان تكف عن توزيع الاوهام والوعود الكاذبه للمغاربه، لانه المغاربه ادوا ثمن كبير من جراء هذه الماكينه ديال الوعود الكاذبه اللي توزعت عليهم على مدى 8 سنوات نهار جدت الحكومه، وان تفهم الاحزاب والحزب الاصل والمعاصر على مستوى نحن فاهمين هذا الشيء بانه يستحيل نمشيو للانتخابات الجايه، كما انه يستحيل ان نتصدى للاستحقاقات والتحديات الكبيره اللي جايه واللي كتنتظر البلد، وما فيهاش غير الانتخابات فقط، فيها اصلاحات مؤسساتيه، يستحيل ان نذهب لهذه الاستحقاقات و حليمه على عادتها. يعني خاص تجديد الخطاب السياسي في اليات الاشتغال، تجديد كذلك في المنهجيه ديال العمل، خاص الحزب يرفع بشجاعه ولكن ماشي على مستوى الشعار، يرفع بشجاعه شعار اللي خص يرتقي به الى مستوى العقيده، شعار ديال مباشره معركه التخليق. ملي كنقول معركه التخليق ما ناشي كنتكلم على شي بوعبوع كيخوف، لان الاحزاب ديالنا والحزب الاصاله فيها الناس بزاف اللي مزيانين، عندنا بزاف الناس اللي صالحين، بزاف الناس اللي صالحين شويه، فينا الناس اللي ما صالحينش واللي كنمدوا لهم اليد باش يصلحوا راسهم، واللي ما بغاش يصلح راسهم ما بغاش يفهم بان المغاربه تغيروا العقليه تغييرات، والمتطلبات ديال تطوير المغرب كتطلب اشياء من هذا النوع غير يعطي اتساع، لان المغاربه ملوا ولا كنا غادي نستمروا نديروا السياسه نديروها ماشي غير بشويه ديال المعقول، نديروها بزاف ديال المعقول، وهذه هي الرساله اللي كنحاول نقولها.